أول اقتراح يكون لاسوب تاع دجاج بالشوفان، ايه فيها نص بصله مشلضه، واحد بوروة مشلضه، جوج خيزوات محكوكين، كورجات وحده محكوكه، قرعه خضراء محكوكه، إترونس بالماء، قبصة الملح، وشوية البهارات الخمس، أو اللي ما عندوش يدير الإبزار، وشوية تاع الزبدة، وستة معالق كبار تاع الشوفان، ثلاثة معالق كبار تاع القشطة الطرية، والرابعة تاع الدجاج مقطع شرائح طوال الرقاق، ومعلقة كبيرة الفرماش. واخا، وبالنسبه للشوفان الخرطال يعني واش مطحون وبودره ولا لا هكاك حبيبات حبيبات؟ اييه حبيبات. واخا كنديرو في الطنجره، كنديرو الزبده، كنشحرو فيها البصيله والكرو، وكنزيدو عليها الخيز والكرعه، اييه، وكأن كيطيحو كنزيدو عليهم الدجاج، وكنخليهم يتشحروا مزيان. ملي كتشحر عاد كنزيدو ليها الماء، واخا، من بعد كنخليوها تغلي مزيان حتى كتغلى، وكنزيدو عليها هذوك خمسه معالق. نورمالمون عندنا سته، كنديرو خمسه وكنخلي وحده، خمسه معالق تاع الشوفان الخطر، وكنزيدو لاكخيم القشطه الطريه، وكنخليوها تغلى. ملي كتغلى كنزيدو هذيك المعلقه تاع الفرماج، الفرماج محكوك والشوفان، ونطفيو عليها ونقدموها مع شويه الفرماج او ثاني. هكذاك اييه واخا، يعطيك الصحة. هذه يعني خفيفة ويعني مميزة بالخرطال، اييه الوليدات والكبار فعلا. وندوزو للبغرير بالدقيق الكامل، فيه ربعة تاع الدقيق الكامل، الدقيق القمح اييه الكامل، نفطرو الماء، الدقيق بنخالته واخا، نفطرو الماء، معلقة كبيرة تاع التخميرة الفورية، خميرة الحلوة تاع الحلوة، وقبيصة الملح، كنطحنو كلشي ونخليوه حتى كيخمر ونطيبوه. هذا اللي ما كتصدقش لها البغرير، هذا راه يصدق لها 100% وخفيف وصحي. واخا، والطريقة ديالو سهلة فعلا، وبالقمح بالنخالة ديالو بنخالته. مزيان. ندوزو بالكيكة المالحين بالخضرة، ألو فيهم خيزوة وحدة كنقطعوها مربعات صغار، الدنجاله وحده كنقطعوها حتى هي مربعات صغار. كتحيدي القشره ولا كتخليها؟ لا بقشرتها. قشرتها. القرعه حتى هي مقطعه طريفات صغار، وفلفله حمراء مقطعه طريفات صغار. واحد 30 غرام بالزبده، و200 غرام تاع الدقيق، وخماره وحده، و150 غرام تاع القشطه الطريه، و100 غرام تاع زيت العود، وثلاثة معالق كبار تاع الفرماج محكوك، وجوج معالق تاع القزبر والمعدنوس، ملحة وليبزار. كنشحرو الخضرة كاملة حتى كطيح لينا، كنخليوها حتى كتبرد، كنطربو البيض مع الدقيق والخميرة، كنزيدو عليها زيت البلدية بشوية بشوية، ولا كخيم فخش، وكنزيدو عليها هذيك الخضرة، وكنديروهم في لي كاسات دوك وكنطيبوهم درجة الحرارة 180 واحد 15 حتى 20 دقيقة. أنا النصيحة اللي غنعطيهم يديروهم في الفران عادي، يشعلوا عليهم باش يتنفخوا ليهم ويجيو منفوخين. يعني ما نديروهمش على فران سخون؟ لا، انا اللي كاملين كنديرهم في البارد عاد كنشعل عليه. أيه. عليه تحت والفوق. واخا. يعني ما كيجي فين يسخن الفران حتى يعني كيطيب الكيك. كيطلع كيتنفخ. يعطيك الصحة، هاد الكيكات بصراحة مالحين يعني مزيانين، هكا حتى الأمهات يصيبوهم من غير رمضان، هكا الوليدات في الكوتي أولا يديو معاهم مدرسة. الله يعطيك الصحة. باش التزيين. كنزوقهم بالجبن هذاك اللي الأعشاب المناسبة، وشوية البافو. البافو الخشخاش، أييه. وورقة معدنوس. أييه فعلا. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله يبارك فيك أسماء. ألوغ ندوزو لواحد لوجو. الجو تاع الفخاز والشوفان. ايه، عصير الفريز والخرطال. واخا. والخرطال. فيه الرابعه تاع الفريز. واحد ياوغت طبيعي. اترو تاع الحليب. ثلاثة تاع ربعة معالق تاع الشوفان.
ساشي د الفاني والتمر. انا التمر كنعوض به العسل ولا السكر الحلاوه الحلاوه. المهم هادشي كله كنطحنوه وكنقدموه بصحه وراحه. ايه يعني حتى هذاك الشوفان ملي كطحني صافي كيطحن هذوك الحبيبات ديال الشوفان. كيطحن واخا تبارك الله عليك. حتى هذا الصراحه يعني عصير صحي بالنسبه للوليدات. أيه. هذا بالنسبه لنا حنا اييه فعلا كيف ما قلتي بالنسبه للكبار على مائده الفطور الرمضانيه ولا في السحور، وبالنسبه للوليدات هكا يعني الخرطه الممتاز. الله يعطيك الصحه فكره زوينه. الله يعطيك فيك سنة اختي. الوغ ندوزو البريوات. هادو البريوات ايطاليه. هادي فيهم فلفله حمراء وحده، بنجله وحده، بصله وحده، جوج دروس تاع الثوم، جوج قرعات مطيشه وحده، ملحه، ابزار وزعتر. المهم هادو كلهم هاد الخضره كنخليوها بقشورها، كندردرو عليها الملحه والابزار والزعتر ونديرهم في الفران يتشواو واحد ساعه هاد المكانه. ملي كيتشواو كنخرجهم كنحيدو ليهم هادوك القشور كاملين ونطحنوها. كنكونو مشحرين واحد الرابعه تاع الكفته مع الملح والبزار والزعتر حتى هي. كنزيدوها ليها، كنزيدو على هذيك الخضره، كنزيدو عليها واحد 100 غرام تاع الجبن هذاك تاع الحك ريكوتا تاع الغراف، واخا 100 غرام تاع فرماج احمر، و 100 غرام تاع المونزاريلا، وشويه الهريسه اختياري اللي كيبغي الحرور. اذا الهريسه اللي ما بغاش بعد كنعمروا بهم السيكار اللي الورقه بالسيكار. تبارك الله العيالات المغربيه كلهم كيعرفوا. من بعد كندهنوهم بالبيض بالبيض، كندوزوهم في لاشاتليغ الصينيه راه كتباع. اييه دايره بحال الكوك. بحال الكوك ومخلطه مع شويه البافو. واخا وكنقليوهم وبصحه وراحه. ما كيهزوش الزيت. اييه ما كيشربوش الزيت فعلا. ما كيشربوش الزيت نهائيا. تبارك الله عليك. وفعلا وهاد الخضره هكا ملي كتكون مشويه غادي تكون في البريوات اولا في السيكار اللي عمرناهم، يعني بهاد الحشوه غيكون مذاق مختلف، خاصه الناس اللي تيبغيو هذاك المذاق ديال الشوا. اي نغيروا شويه. واخا نعطيك لاله واحد الفلون. اييه الفلون بالكاكي. الوغ في جوج كاكيات يكونوا طيبين. الفطر بالحليب والسكر. اييه كنطحنوا كل شيء ونديروا في كيسه ما راه كيجمد هذيك الساعه. بصح يعني تعودنا عليه عصير دابا هكا بالفلون. جوج الحبات ديال فاكهه الكاكي يكونوا طيبين ياك. يكونوا طيبين، يكونوا فريمون طيبين. اييه واخا ما يكونوش قاصحين. وكنديروا كنطحنوه مع الفطور والحليب والسنيده السكر على حسب الذوق. صافي نخليهم يبردوا في الثلاجه. ندوزو للرايب. هذا الرايب تاع الماكينه، تاع ماكينه الصابون. ما تجيكم شويه غريبه. اييه واخا تفضل. انا نتبع معاك. في اترو تاع الحليب. وجوج دانون. جوج ياغورت. اييه جوج ياغورت على حسب المذاق اللي بغاو الناس. اييه والسكر على حسب الذوق وفانيا. كنديروا الحليب حتى كيفيض. ملي كيفيض كنزيدوا كنخليوه حتى كيبرد شويه. كنزيدوا عليه هذاك الياغورت. والسكر والفاني نحركو ونديرو في قرعه، قرعه تاع بلاستيك. اييه كنلفوه في فوطه ونبيتو في ماكينه الصابون هكداك. اييه ما جالوش عليها غير لا لا. اييه يعني نخبيوه تما. الغد اللي كيجي سائل، كيجي رايب سائل، كيجي غزال. تبارك الله على المغربيات كلشي كيطيح عليه. حتى حاجه ما خليناها في افتقار. الله يعطيك الصحه. اييه اي باش ندوزو. هاد نعطيكم ياغورت تاع الدار. واخا تفضلي. السحور في اترو تاع الحليب، واحد ياغورت فاني، ساشيه تاع الحليب الغبره، وجوج فاني، وثلاثه معالق كبار تاع القشطه الطاريه، وجوج معالق كبار تاع سنيده. كنديروا الحليب، كنديروا نسيطروا الحليب كيفيض مع السنيده والفاني، ونسيطروا الاخر اللي ما فايتش، كنزيدوا عليه الياغورت والحليب الغبره ولا كريم. ملي كيفيض لنا هذاك الحليب
كنزيدو على الحليب البارد ونديرو في كويسات، نديرو الطاسة كنكونو عامرة بالماء سخون، كنحطو هادوك الكويسات ديالنا كنغطيوها كنخليوه حتى الغدلي ونديرو في الثلاجة، راه كيجي جامد. تبارك الله عليك. اييه ما زربتش؟ لا 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 مزيان، الله يعطيك الصحة. نعطيكم واحد هادو دي كلاص غير غير بالفواكه. اييه مزيان يكون احسن. فيها هاد تاع المونك، فيها مونكا وحدة مع ياوغت طبيعي وعسل على حسب الحلاوة. كنطحنوه نديروه في الفريكو حتى يجمد ونقدموه وبصحة وراحة. واحد اخر فيه ربعة تاع فريز ياوغت والعسل نفس الطريقة، كيطحن ونديروه في هذا. واحد كاين واحد اخر فيه فريز، ربعة فريز، جوج حتى ثلاثة البنانات، ياوغت وعسل، المهم نفس الطريقة حتى هو كيطحن وكيدار في الفريكو. الفريكو الاخراني فيه خمسة تاس تاع البنانات، كنطحنوهم مع ياوغت طبيعي، ثلاثة المعالق تاع الزبدة تاع الكاوكاو، كنطحنو مزيان. من بعد كنزيدو عليهم لي بيبيت شوكولا. ايه حبوبات الشوكولا. صافي ونديرو في الفريكو. هذا للوليدات حصل لهم على الاقل بعدا يعني بفواكه ما فيهمش يعني اضافات. مازال الوقت صافي. واخا نختموا باقتراح اخير تفضلي، واخا ما سخيناش بهاد الاقتراحات. هذا الدجاج في الفران، فيه كناخذوا دجاجه واحده، المهم كنغسلوها تبارك الله العيالات المغربيات كلهم ما شاء الله عليهم حكات. كان خاصنا واحد ياوغت طبيعي، معلقه كبيره تاع لاموطارد، معلقه كبيره تاع الزعتر، جوج معالق كبار تاع بودره تاع البصله، راه كتباع بودره، شويه تاع الفلفله الحاره، شويه د الملحه، الابزار، تحميره، وجوج معالق جوج فصوص تاع الثوم، وجوج ثلاثة البطاطات كنقطعوهم دوائر. كنهزو الدجاجة كنخلطو هذوك العناصر كاملين، كنشرملوها بهذوك العناصر، كنحطو البطاطا في طاوة الفران، كنحطو الدجاجة كنغطيوها بالورق الألمنيوم ونديروها طيب على عافية مهيلة. إيه واخا الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. عصير ديال اش؟ الباربا والترومبو. واخا ديبغيو المستمعات. اييه الوغ العصير فيه ثلاثة الباربات، كنسلقوها نص سلقة وكنطحنوها مع تفاحة وحدة، واحد الحكيك تاع الفرومبواز والتمر والعصير بالليمون، والتمر كيبقى اختياري. اييه كنزيدو غير حاجه الحلاوه كنحليو به فعلا. والبربه في الصراحه كتواتى لا مع الفخيز ولا مع الفرومبواز ولا الفواكه الحمراء. فوالا.